أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بنامي خداوند بخشنده و مهربان بارحم الله سبحانه وتعالى برای ما و شما علم مفید نصیب بگردانه بخواهش برادران ان شاء الله که امروز ما خواستیم سوره تبارک را یعنی يعني 5 آیت را آیتش را تکرار کنیم با ما تکرار کنیم تا سوره تبارک از یاد و کسانی که با دارن در метаонадки бо ҳамроҳи мо такрор кунад то ин ки хадогии худро ислоҳ кунанд барои оне ки ҳифзи шумо қавӣ боша бо қувват боша ва тарзи талаффузи қироати шумо хуб боша яъне бо лафзи баланд яъне шуруъ кунен хонданро ва ҳар оятеро ки мехонед баланд бихонед то ин ки хуб ҳифз шава аз аузубил ва бисмилоҳ яне ба овози баланд و حرف را مخارج الحروف يعني خوبتر واضح کنین در صفحه دیگر که در زیر امین سلکش میمونیم در زیر امین ویدیو میتروین در اونجا داخل شین سوره های کوتاه را در اون صفحه یوتیوب دیگر ان شاء الله همجا تکرار میکنین با همراه ما میتونین که تکرار کنین اعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير هل يكو يترى متون انك يعني سيبوري يو انك بان بوري تاكرور كنين تو انك شوا الزوال يعني يك مروتي با اوهسته اوهسته بخونين مثلي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تستر تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير نفسه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور يعني ويدم يعني بهم او أويست <applause> <applause> الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أحسن عملا يعني أريف بدعين أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور وقتی دیدی مدت رو تکرار کن سه مرتبه 5 پنج ده میتونن که بچه اندکی زیاد تکرار کردین همو قدر حفظ قوی میشه در سری شما از خاطر یعنی باید ما هر یک آیت رو تکرار کنیم ده بیس مرتبه وقتی تکرار کن دو ایت رو جمعشون میکنین تبارك الذي الملک و هو علی كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور ويسيم oh, الذي خلق سبع سماوات طباقا الذي خلق سبع سماوات طباقا يكمش تي مفتوحي يعني برستوي ديمش طي غوص سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت الذي خلق سبع سماوات طباقا اگر بگذارش سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور بان مرتبه مرتبه تكرر يعني جام ميكن يكون باوي سيوم يعني چی قدر که هم قدر بلند بكنين بلند بخونین حفظ يعني شر محيو در يعني اگر بلان خندي خطو إصلاح اسلح و مخارج حروف يعني حرفه خوب واضح میبراین يعني. يعني تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ويا أيه تشورمر يعني تكرر مكان سي مرتبة ثم ارجع البصر كرتين ينقلب حرف بقَ يا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير المهم إن شاء الله كي حرز حد اقل حركات مكرين بانج أويات ينكي بانج خط شاش سوري سورة وهم رأي ما تكرر تو ينكي

الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها, وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أمشى يمكن نمكي اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وطرف النهار واجعله حجة يا رب العالمين. يعني شنو كي نسكي خدای خداوند کریم هر آن چیزی که از این کتابی الله ما فراموش کردیم خدای اونا به ذهن ما بيور و این کتاب را رو روز قیامت برای ما حجت بگردان که روز قیامت این شاهدی کنه برای هر یک ما و شما که ما ایره خواندیم که چون که پیغمبر خدا صلی الله عليه و سلم فرمودن که اقرا القرآن فانه یاتی یوم القیامه شفیعا لاصحابه قرآن را بخونین تلاوت کنین بدرسی که قرآن روز قيامت برای هر یک ما و شما شفاعتگر باشد وقدر من يالله السلام عليكم أزدوعي السلحتون مرفرة مش